أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة ونوع آخر من أنواع الفيزا التي تؤهلكم للدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المرة لأغراض الدراسة. ستكون هذه الحلقة عبارة عن جزئين. الجزء الأول سيتحدث عن الفيزا الدراسية في أمريكا، متطلبات تأشيرة الدخول أو تأشيرة الطالب، الإجراءات والأوراق الثبوتية المطلوبة منه. والجزء الثاني سيكون مكمل لهذا الجزء الأول، والذي سيتحدث عن معادلة الشهادة كمتطلب مهم وأساسي من أجل الحصول على الفيزا الدراسية. وحتى لا نطيل هذه المقدمة، دعونا ننتقل مباشرة إلى الموضوع ونتحدث عن شروط الفيزا الدراسية في أمريكا، متطلبات الحصول على تلك التأشيرة، والإجراءات والأوراق الثبوتية المطلوبة. أوصيكم بأن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتتسنى أو يتسنى للجميع الاستفادة من المعلومات التي ستطرح، وأيضاً لا تنسوا بالضغط على اللايك والاشتراك في القناة لتفعيل جرس التنبيهات ويصلكم كل جديد. لننتقل. أهلا بكم أصدقائي مرة أخرى، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن شروط فيزا الدراسة في أمريكا، متطلبات تأشيرة الطالب والإجراءات والأوراق وكل ما تحتاج إلى معرفته عن تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بتأشيرة الطالب، حيث تعتمد هذه التأشيرة على النوع أو نوع الدراسة الذي تريد الالتحاق به في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الحكومة الأمريكية تقدم ثلاث أنواع مختلفة من تأشيرات الطلاب، وهي تأشيرة طالب فئة F، والتي تستخدم للدراسة في كلية أو جامعة أمريكية معتمدة أو لدراسة اللغة الإنجليزية في أحد معاهد اللغة الإنجليزية. أما التأشيرة الثانية وهي تأشيرة تبادل فئة J، وهي للمشاركة في برنامج التبادل بما في ذلك الدراسة الثانوية والجامعية. أما تأشيرة الطالب فئة M، والتي تعنى بالدراسة غير الأكاديمية أو التدريب غير الأكاديمي في معاهد التدريب المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب عليك أولاً أن تتقدم للدراسة وأن يتم قبولك لدى الجامعة أو المعهد أو المؤسسة التعليمية التي تبغي الالتحاق بها، طبعاً لدى إحدى مؤسسات التعليم الأمريكية المعتمدة من قبل برنامج الطلاب والتبادل الزائري. إذن هناك برنامج يسمى برنامج الطلاب والتبادل الزائري، وهو معروف بـ Student Exchange and Visitor Program SEVP. وبمجرد قبولك بالدراسة لدى المؤسسة ستتلقى نموذج I-20 من مكتب شؤون الطلاب الدوليين التابع للمؤسسة، وهذا النموذج عبارة عن سجل ورقي لمعلوماتك في قاعدة البيانات والمعلومات للطلاب، يعني طلاب تبادل الزائرين. وأيضا ستحتاج إلى وثائق معينة يجب عليك تزويدهم بها كخطوة تالية. ومن بين تلك الوثائق التي يجب عليك تزويدهم بها، أولا جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل بعد انتهاء فترة إقامتك في الولايات المتحدة الأمريكية، ما لم يعفى من ذلك طبقا للاتفاقيات الخاصة بكل بلد. ثانيا عليك أن تزودهم بالقبول في مدرسة معتمدة من برنامج الطلاب والتبادل الزائرين الذي تحدثنا عنه سابقا، وأيضا تزودهم بنموذج الـI-20 الخاص بك. تقوم بسداد رسوم الطلب الخاص بنظام المعلومات أو بنظام معلومات الطلاب وتبادل الزائرين الذي تحدثنا عنه، وأيضا تزويدهم بطلب تأشيرة غير المهاجرين وصفحة تأكيد نموذج DS-160، أيضا تزويدهم بصورة واحدة أو صورتين حسب النسق والأبعاد المطلوبة. لكن قد تكون هناك وثائق أخرى إضافية مطلوبة أيضا، مثل قد يطلب وثائقك الأكاديمية مثل شهادة درجاتك أو شهادة الدبلومة أو البكالوريوس أو أي شهادة أخرى، كشف مالي، وربما يتطلب كشف مصرفي بأنك قادر على المعيشة وسداد تكاليف الدراسة طيلة فترة إقامتك في الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما تعهد مالي من قبل الشخص الذي سيرعاك خلال إقامتك في أمريكا، ربما لديك قريب.
من يعلم؟ وأيضا أنك قادر أو هو قادر على تحمل تكاليفك المعيشية أو لديك برنامج منحدر دراسية. طبعا أنت لن تستطيع التعرف إن كان لديك برنامج منحدر دراسية ما لم تقوم بمعادلة الشهادة ومفاتحة الجامعة أو المؤسسة التعليمية لحصولك على القبول، ومن ثم التقديم إن كنت من المتميزين على منحدر دراسية. يطلب منك أيضا إثبات أنك ستغادر الولايات المتحدة عند انتهاء فترة دراستك. يمكن إثبات ذلك من خلال تذكرة الطيران من الولايات المتحدة إلى بلدك، وقد تضطر كذلك إلى حضور مقابلة شخصية في السفارة أو القنصلية الأمريكية، ويمكنك معرفة المزيد من المعلومات وأنواع أخرى من الفيز في الفيديوهات السابقة التي تحدثنا من خلالها عن أنواع مختلفة من الفيز، وسأترك لكم روابط كثيرة أسفل هذا الفيديو بإمكانكم الاطلاع عليها بسرعة. لنفترض أنه تم قبولك للدراسة في أمريكا وكل شيء مشى حسب المخطط له ودخلت أو وصلت إلى أمريكا. هناك خطوات عليك أن تتبعها عند وصولك إلى أمريكا، وهي كالتالي: أولاً، يجب أن لا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من 30 يوماً على بدء برنامجك الدراسي. يعني لا تذهب إلى أمريكا قبل 3 أشهر من موعد بدء الموسم أو موعد البرنامج الدراسي الخاص بك. اذهب قبل 30 يوماً ليس أكثر. ثانياً، الاتصال بمسؤول كليتك المعني عند وصولك إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة. كذلك الاتصال به للمرة الثانية في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء البرنامج المدرج في نموذج الـ I-20 الخاص بك. كما يجب عليك الحرص على بقاء تأشيرتك سارية النفاذ، يعني لا تتركها expires. وبمجرد الحصول على التأشيرة، هناك بعض الأمور التي يجب عليك مراعاتها لضمان بقاء تأشيرتك صالحة وسارية. من بين هذه الأمور هي الالتزام بالغرض الذي تم على أساسه إصدار الفيزا، وكلنا نعلم أن سبب إصدار الفيزا هو الدراسة، إذن عليك الاستمرار بالدراسة. ثانياً، اتباع اللوائح المرتبطة بذلك الغرض، يعني تتبع القانون. سيكون لديك مسؤول معني بمتابعة كل ما أنت بحاجة إليه. ففي حال كنت تعتقد أنك لن تكون قادر على استكمال برنامجك بحلول تاريخ الانتهاء المحدد في نموذج الـ I-20، يجب أن تتحدث مع مسؤول المدرسة المكلف والذي يعرف بالـ DSO. تتحدث معه حول إمكانية طلب تمديد البرنامج الدراسي إليك. عليك أيضاً الالتحاق ببرنامج دراسي كامل في كل فصل دراسي. أما في حالة عدم استطاعتك الدراسة بدوام كامل، يجب أن تتصل بمسؤول المدرسة المكلف على الفور. تتصل بالمسؤول DSO. لا يمكنك التوقف عن دراسة برنامجك الدراسي كاملاً دون التشاور مع مسؤول المدرسة المكلف مع DSO. يجب عليك أن تتبع القواعد والشروط وكل هذه التفاصيل التي تحدثنا عنها من أوراق، من متطلبات، من إجراءات وما يجب عليك اتباعه من أجل الحصول على الفيزا الدراسية كإجراءات قبلها. وأيضا تحدثنا بشكل سريع ومفصل تقريبا عن ما تحتاج القيام به عند وصولك إلى أمريكا. وهذا كان كل ما يتعلق بشروط فيزا الدراسة في أمريكا، متطلبات تأشيرة الطالب والإجراءات والأوراق المطلوبة وبعض المعلومات العامة في حال وصولك إلى أمريكا. طبعا سيكون لهذا الجزء الأول جزء ثاني يتحدث عن إحدى أهم متطلبات الحصول على الفيزا الدراسية، وهو معادلة الشهادة، لأنك لن تتمكن من الحصول على موافقة أي جامعة أو أي مؤسسة دون معادلة درجاتك أو شهادتك الجامعية أو الثانوية التي جئت بها من بلادك خارج أمريكا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد فادكم بمعلوماته التي طرحت ونال استحسانكم. إن كان كذلك، لا تنسوا الضغط على اللايك
والاشتراك في القناة لتفعيل جرس التنبيهات، وأيضا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ليستفيد كل من سأل عن معلومات فيزا الدراسة ومتطلباتها وما هي الإجراءات. سأترك لكم كل الروابط، جميع الروابط التي أنتم بحاجة للبدء بالضغط عليها من أجل ألا تكونون في البروسيس بعملية أو بالإجراءات التقديم. بإمكانكم أيضا البحث والتأكد من المعلومات، ويجب كل طالب أن يقوم ببحث ذاتي وأن لا تكتفي فقط بمشاهدة فيديو أو فيديوين، وإنما اعمل على البحث الذاتي بنفسك لتتوسع مداركك وتأخذ فكرة عامة شاملة أكثر وتفاصيل أدق. أنتظركم في الفيديو القادم والذي سأترك رابطه أسفل هذا الفيديو أيضا، وبإمكانكم إيجاده في مكان ما أعلى هذا الفيديو. أنتظركم وأرجو أن تكونوا بخير. إلى اللقاء.